امبارح كمان وزارة الداخلية أعلنت عن الحملات الأمنية المكثفة اللي قامت بيها الأسبوع اللي فات عشان تواجه أعمال البلطجة وكمان تضبط الخارجين عن القانون ولمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6986 قضية تموينية متنوعة، وضبط 3111 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 31482 أرجيلة، إضافة إلى غلق 18486 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق، كما تم ضبط عدد 112637 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9298 قضية تموينية متنوعة، من بينها 197 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 9 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 137522 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9092 قضية تموينية بمضبوطات وزنت حوالي 3217 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 219261 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 40215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4268 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 227 سائقا منهم، كما تم المرور على 135 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 391 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 4 سائقين منهم، كما تم فحص 309 حافلة مدارس تبين مخالفة 20 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2793 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 77291 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 69,725,000 جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 330 قضية ما بين كتب وملازم تعليمية والعديد من الأجهزة المختلفة في مجالات البث الفضائي والبرمجيات والمصنفات السمعية والبصرية. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1471 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,873,660,000 جنيه مصرية،
واخترت مصلحة الضرائب لفحصها.